بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش احنا طولنا عليكم في المقدمة شوية، لكن مهمة عشان إن شاء الله نفهم الكود اللي جاي بعد كده. رغم إن الكود بسيط، بس كل سطر وراه فهم، وراه مفاهيم، عشان كده بنقدم المفاهيم الأول. هتكلم على حاجة اسمها الريكوست والريسبونس. الريكوست أنت عندك هنا ده يعني ده أبلكيشن خلاص، وده ريستفول أي بي أي موجود على سيرفر على كلاود على أي حاجة، وانا الابلكيشن بتاعي ويب او موبايل او ديسكتوب او ايا كان هيطلب. اول ما يجي يطلب بنسميه ريكوست، بيطلع الريكوست على الاتش تي تي بي وبالريسبونس على الاتش تي تي بي. البروتوكول الاساسي في الريكوست والريسبونس الطلب والرد. الطلب انا بطلب، الطلب دايما بيبقى بيحمل يو ار اي او يو ار ال، عنوان اتش تي تي بي مش عارف ايه دوت اي بي اي دوت كوم مش عارف سلاش كذا كذا، اليو ار ال والميثود اتش تي تي بي، ميثود سواء جيت او بوست او بوت او ديليت او كده خلاص، يبقى ده اسمه ريكوست. يبقى الريكوست بيكون من يو ار ال، وعلى فكره الليمت بتساوي 5، دي ممكن تكون دي بنسميها بارامز خلاص، بنسميها بارامز او ارجمنتس او بارامترز او بارامترز يعني، تمام. المهم هنتعرف عليها ان شاء الله كلها بالتفصيل، لكن يو ار ال وميثود ده ابسط شيء، ده التكوين الخاص بالريكوست. يبقى احنا بنيجي نكون ريكوست هنكون في يو ار ال وفي عندنا اتش تي بي ميثود، يطلع الريكوست يطلب من ريست فول اي بي اي ويرد علينا بجيسون ريسبونس. يبقى الريسبونس الرد بتاعنا بيبقى ريسبونس في الريست اي بي اي. ريسبونس بيبقى جيسون اري اوبجكت اتريبيوتس عاديه اوبجكت تاني الى اخره، تمام. يبقى دي فكره الريكوست والريسبونس. طب ازاي هتعامل مع الريكوست والريسبونس، وازاي هنبني الريست فول اي بي اي؟ اولا هنستخدم بحاجه اسمها بايثون ريكوستس، بايثون ريكوستس اللي هي باكج او موديول خاص بالبايثون بنقدر نستخدمه عشان نقدر نعمل ال HTTP requests بتاعتنا. هي سهله، لايبراري سهله خلاص، ليها فيتشرز كويسه من اول الباسنج للباراميترز في اليو ار ال، بتعمل كاستم للهيدر، بتشتغل اس اس ال، يعني فيها شويه حاجات جميله هتسهل لنا العمليه دي خلاص. ازاي نعمل لها انستول؟ ازاي نعمل انستول للريكوست موديول دي؟ كل الفكره ان عشان نعمل انستول بنكتب بي اي بي انستول ريكوستس، هتنزل على طول لان هي مش من اصل الموديول او اللايبراريز اللي موجوده وبتنزل مع البايثون، تمام. ايه البي اي بي ده؟ البي اي بي ده هو باكج مانجر للايه، للبايثون باكجز او موديولز اللي موجوده. يبقى البي اي بي ده هو عباره عن باكج مانجر للبايثون باكجز، تمام. تمام، يبقى ده الباكج او البايثون انستول باكجز، البي اي بي بتاعنا اللي هو مسؤول عن ان احنا ننزل نعمل انستول للباكجز دي. طبعا هو بينزل واحنا بنعمل سيت اب للبايثون، يعني احنا بنعمل سيت اب للبايثون. لو رجعتوا للفيديو اللي احنا سيت اب فيه هتلاقي في تشيك بوكس بنقول لك نزل البي اي بي، تمام. طبعا لو مش موجود عندك اضطر تنزله مانوال، هتعمل انستول من اليو ار ال ده بي واي بي اي دوت اورج سلاش بروجكت سلاش بي اي بي، تمام. لو انت هتنزله مانيوال، لكن هو بينزل اوتوماتيك مع البايثون يعني. لو انت عايز تشيك ان البي اي بي موجود عندك ومظبوط، انت ممكن تشيك على الفيرجن، بتكتب بي اي بي داش داش فيرجن. لو جربنا كده على السي ام دي كده وقلت له بي اي بي وداش داش فيرجن، تمام، رد عليا بفيرجن، قال لي بي اي بي فيرجن ايه 20 مش عارف كام خلاص موجود، تمام كده. دي اول حاجه عشان اعمل انستول للريكوست بي اي بي انستول ريكوست. يبقى انا هعمل ايه؟ اقول له بي اي بي واعمل سبيس وانستول وسبيس، وهنادي او هقول له انا عايز انزل مين؟ الريكوست اللي هي الموديول بتاعت ان احنا نقدر نطلب من السيرفر وتستقبل النتيجه اللي جايه. دوست انتر هيبدا يعمل له انستول، هو كده بيعمل له انستول، عمل له انستول. طبعا هو قال لي ان هو انت منزله، بس هي يعني قال لي requirements already satisfied، انت عندك كل حاجه تمام. لكن لو مش عندك مش مشكله. طب لو انا عايز اعمل لها يعني، طب هي عندي بس فيرجن قديم مثلا عايز احدثه ولا حاجه، ف بي اي بي انستول واقوم جاي ايه ريكوست، وممكن اقوم جاي اعمل داش داش ابجريد عشان يفهم ان احنا عايزين نعمل ايه، يعني نرفع اخر مستوى. طبعا هيقول لي انت اخر حاجه نازله عندك برضو يعني، فما فيش مشكله اخر فيرجن. طيب كده البي اي بي انستول ريكوست وخلاص، وعرفنا نشوف ازاي البي اي بي عندنا موجود.
ازاي نعمل جيت ريكوست؟ هو بعمل امبورت ريكوست طبعا عادي جدا، بقول له ريكوست دوت جيت، وادي له اليو ار ال بتاعي https://www.anydomain اي حاجه .com/employees/ اي شيء كده. انت بتدي له الايه اليو ار ال، وهو بيرجع لك في الفاريبل اللي هنا ده الريسبونس، بيرجع لك في الفاريبل الموجود ده الايه الريسبونس. تقدر تعمل مع الريسبونس، بس قبل ما نخش ونطبق الكلام ده انا هتكلم عن الريسبونس، بعد كده نبدا بالمثال على طول. الريسبونس اي رد بيبقى ليه حاجه اسمها ستاتس كود، ليه ستاتس ايه كود. يبقى اي اتش تي بي ريكوست بيرد عليا بيبقى ليه حاجه اسمها ستاتس كود. الستاتس كود دي مهمه جدا، ويمكن اكيد انتوا يعني وقعتوا فيها، من اشهرها اللي هي 404. لو تخش على صفحه معينه كده تلاقي ايه 404، تعرف 404 دوت ايه نوت فاوند، يعني الصفحه بيج نوت فاوند، الصفحه مش موجود. تمام، ده الرقم كود شهير يعني، ده اسمه ستاتس كود. وفي برضه الشهير جدا ال 200، ال 200 دي معناها اوكي يعني كل حاجه اشتغلت تمام، 200 ده الطبيعي يعني. تمام، و404 معناها ان الصفحه مش موجوده او اليو ار ال مش موجود في الاصل. طيب في اكواد ثانيه، في اكواد كتير جدا للريسبونس اللي جاي لك، وده بنعرف من خلاله الحلول بتاعتنا، بس انا هلخص لكم. طبعا مش هنقعد نحفظهم، هم كتير جدا، لكن عايز اقول ببساطه اشهرهم ايه. اشهرهم ايه؟ اشهر الحاجات ال 200 اللي هي اوكي كده تمام بالنسبه لنا. عندنا 201 اللي هو كرييتد، الحاجه اتعملت، 202 اكسبتد موافقين على الحاجه، 301 موفد بيرمننتلي، وفي عندي 303 سي اذر ماشي، 304 نوت موديفايد. كل ده مش مهم قوي بالنسبه لي، انا عايز ايه 400 باد ريكوست، ده مهم. 400 باد ريكوست، 401 ان اثورايزد يعني مالكش حق توصل، دي مهمه. 403 فوربيدن، 404 نوت فاوند اللي احنا قلنا عليها من شويه، وفي 500 انترنال سيرفر ايرور، ده شهير. تمام، انا نقيت منهم مثلا 5 6 المشهورين. انت محتاج تعرف ده كله؟ لا مش محتاج تعرف ده كله، انا بس عايز اقول لك ان اي كود بيرجع لك كل الاكواد هترجع لك. الاكواد اللي هي كلها تحت ال 100 اللي هي في ال 100 وانت طالع 100 101 102 103 104 105 الى اخره، دي كلها اكواد للمعلومات، ده اللي انا عايزك توصل له. ال 200 ده كلها رد سليم، 201 203 204 كلها ردود سليمه، بس كل واحد ليه معنى، كل واحد ليه معنى بيفهمك شيء. لكن انا عايز اقول لما تلاقي اكواد من 100 انت وطالع تعرف ان دي معلومات ايه عامه، 200 يبقى ده السكسس. طب 300 ريدايركشن بيعمل عمليه تحويل، تمام. 400 ان في إن انت عندك ايرور كلاينت ايرور، 500 في سيرفر ايرور، في سيرفر ايه ايرور. دي كده كانت الايه الستاتس كود كملخص، لكن انت ممكن تسيرش على الانترنت اي حاجه تقع معاك، تخش على الانترنت وتسيرش يعني، ما فيش مشكله يعني. انا هخش كده مثلا ومقايل طيب، وهقول له مثلا HTTP status codes مثلا، ونخش على الانترنت. انا وقعت في اي حاجه انا مش عارفها، اي يعني status code ما كنتش عارفه، وتخش على الانترنت عادي جدا. هتخش على انا ما اعرفش ايه اللي ممكن نلاقي فيه حاجه ملخصه، دخلت على ويكيبيديا، ادي اهي ال 100 انفورميشن الستاتس ريدايركشن الاخره، اكيد هتلاقي تيبل تحت. ايوه هنا بدا يقول لي والله اهو ادي ال 100 100 يعني كذا 101 كذا 102، بس طبعا ده مش جدول كامل، انا كنت عايز جدول تيبل كامل